الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس الفقه وشرح كتاب منهج السالكين، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الزكاة. وقد انتهى بنا الحديث إلى قول المصنف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، ليستدل به على استحباب تكفير المصلين على الجنازة. وقد جاء في حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ومعلوم أن المصلين على الجنازة يشفعون إلى الله لهذا الميت، فهم يسألون من الله له المغفرة والرحمة، والدعاء للميت في الجنازة أوجب ما يكون في الصلاة، بل هو ركن لا تصح صلاة الجنازة إلا به، فيستحب تكفير المصلين على الجنازة. لكن ليس معنى ذلك أن نخالف السنة ونؤخر الجنازة يوم ويومين وثلاثة من أجل التكفير. إن حصل التكفير فلا بأس، وإن كان التكفير لا يحصل إلا بالانتظار يومين 3 أيام فنقول هذا خطأ وتطبيق السنة أولى، أسرعوا بالجنازة. فلا بأس إذا مات في الصباح أن يصلي عليه الظهر أو العصر، لا بأس. أما أن يؤخر من الظهر إلى بكرة الظهر أو إلى بعد يومين فهذا كما سبق أنه خطأ. قال العلماء: وإذا قل العدد استحب أن يصفوا 3 صفوف، فقد جاء في حديث مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، رواه أبو داود. طيب، وفي حديث الذي ذكره المؤلف شرط، وهو لا يشركون بالله شيئا. نعم، فمن صلى على جنازته 40 رجلا بالشرط المذكور لا يشركون بالله شيئا فإن الله يقبل شفاعتهم فيه، وسواء كان الشرك أكبر أو أصغر. الشرك الأكبر لا تصح الصلاة به كما هو معلوم، والشرك الأصغر لا تقبل شفاعته، وفيه التحذير من الشرك وفيه فضل التوحيد. ثم قال المصنف: وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، إلى آخرها، ليستدل به على فضل شهود الجنازة واتباعها. وقد جاء عند مسلم: أصغرهما مثل أحد. الله أكبر، هذا شيء عظيم. فالحديث دليل على فضل اتباع الجنائز. واتباع الجنائز أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: أولا أن يتبعها من عند أهلها حتى يصلى عليها، والثاني اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. يعني يتبع الجنازة من حين يموت الميت حتى يفرغ من دفنها، يعني يتبعها عند الصلاة عليها، ثم بعد الصلاة يتبعها إلى الدفن، فهذا يحصل على قراطين. فإن فعل الأولى حصل على قراط واحد. ولذلك كان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة يعني هذا، قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، رواه مسلم. الله أكبر. هذا الحكم أيها الإخوة خاص بالرجال دون النساء. ففي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فيحرم على المرأة اتباع الجنائز. وهذا مذهب أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم. والأصل أن النهي يقتضي التحريم. قول أم عطية ولم يعزم علينا، هذا اجتهاد منها وتفقه، والعبرة بكلام من؟ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أو لعل المراد بقولها ولم يعزم علينا، لعلها تريد ولم يؤكد النهي. واتباع النساء للجنائز في محاذير: أولا مخالطة الرجال، ثانيا جزع المرأة وعدم صبرها، ثالثا أنها فتنة، رابعا أنها قد تجر إلى ماذا؟ إلى زيارة القبور الذي سيأتينا بعد قليل، أنها حرام.
نعم. وقول من شهدها حتى تدفن ظاهره أن حصول القراط متوقف على فراغ الدفن، وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد، فقد جاء عند مسلم حتى توضع في اللحد، وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب لرواية حتى توضع في القبر، والله أعلم. والأحوط للإنسان حتى تدفن ويفرغ ويهال عليها التراب. ثم قال المصنف: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر إلى آخره، ليستدل به على أمور محرمة في القبر، فمنها تجصيص القبر، فالحديث دليل على تحريم تجصيص القبر لهذا الحديث. والحكم من ذلك سد ذريعة الشرك، ولما في ذلك من تعظيم القبور والمباهاة فيها، وهذا باب قد يصل بصاحبه إلى الإخلال بالتوحيد، وأن التجصيص والأبنية إنما هو للزينة والإحكام البناء، ولا حاجة للميت في قبره للزينة، وأن في ذلك خيلاء وإسراف، وفي ذلك تضيع للمال، ويلحق بالتجصيص كل ما شبهه من تلوين القبر أو تزويق أو تخليق أو جعل الرخام عليه. أيضا الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر، لأنه نهى، والأصل في النهي التحريم، ومما يدل على التحريم حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. والحديث أيضا دليل على تحريم البناء على القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والأصل أيضا في النهي التحريم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا قبل موته: يحذر ما صنعوا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحكمة في ذلك أن ذلك وسيلة إلى عبادتها، وأن هذا من فعل عباد القبور والروافض لعنهم الله، وفيه سد باب الشرك، وفيه إسراف وتضيع للمال. قال المصنف: وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. ذكر المصنف رحمه الله حديث عثمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم، إلى آخره، ليستدل به على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه. فالحديث دليل على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه بهذا الدعاء الوارد، يعني بعد أن ينتهى من دفنه يقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الله المستعان. استدل بالحديث من قال بمشروعية الموعظة عند القبر، يعني أن يعظ الناس عند القبر بعد أن ينتهي من الدفن، يقوم ويخطب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اتقوا الله أيها الناس وتذكروا الموت، إلى آخره. والصحيح أن الموعظة الدائمة عند القبر بدعة. نعم بدعة. الذين قالوا مشروعة استدلوا بحديث البراء الطويل المعروف، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي لم يلحد حتى الآن، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأننا على رؤوسنا الطير، فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. الحديث الطويل الذي فيه إن العبد المؤمن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، إلى آخره، اللي فيه فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، إلى آخر الحديث. فيسأل: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. ومن نبيك؟ فيقول: هو رسول الله، إلى آخره. فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، إلى آخر الحديث. وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم.
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، إلى الحديث الطويل المعروف. استدلوا بهذا الحديث على مشروعية الموعظة عند القبر، والصحيح أن الموعظة دائما عند القبر ليست سنة، ليست سنة بل هي بدعة. لماذا؟ لأنه لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنه كان يعظ عند القبر. أما حديث البراء هذا الطويل فهذا يدل على جواز الموعظة عند القبر في بعض الأحيان، وليس ذلك سنة راتبة، بل إن قول البراء في الحديث ولما يلحد دليل على أن الوعظ كان لعالم وهو تأخر دفن الميت، لأن القبر لم يجهز، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام موعظة أصحابه إلى أن ينتهى من تجهيز القبر. نعم. والحديث أيضا فيه أن الدعاء ينفع الميت وهو من أفضل ما يقدم للميت كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، وفيه إثبات سؤال القبر وأن العبد إذا وضع في قبره يسأل ويفتن، وهذا المراد بفتنة القبر هو سؤال ماذا؟ سؤال الملكين الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة فتنة القبر، والأدلة عليها كثيرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي حديث أسماء في حديث صلاة الكسوف فيه قال عليه الصلاة والسلام وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. وجاء في الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. وحديث الباب والذي يقوم بالفتنة منكر ونكير كما في حديث عند الترمذي. والذين ليفتنون أيها الإخوة الذين ثبت الحديث فيهم الأنبياء والشهداء، الأنبياء لا يسألون ولا يفتنون. لماذا؟ لأن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت من نبيك، والشهداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل له ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، رواه النسائي. واختلفوا في الصديق والصغير، قال ما فيها دليل فلا ننشغل بها، فمثل هذه الأمور الإنسان لا يتكلم إلا بما ثبت به النص. فالصديق مثلا قال بعضهم لا يسأل، بماذا استدلوا؟ قالوا معلوم أن الصديق أفضل من الشهيد كما قال تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقالوا فإذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل وأعظم أجرا، فمن باب أولى لا يسأل. نعم. وقال بعضهم يسأل، هذا القول الصحيح، لأن يعني أن الشهيد يسأل فالصديق من باب أولى، فتميز الشخص بميزة لا تدل على أنه أفضل من الآخر في جميع الأمور. فمعاذ مثلا قال النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، فهل معاذ أفضل من أبو بكر؟ هل أفضل من عمر؟ هل أفضل من عثمان؟ هل أفضل من علي؟ هل أفضل من سعد؟ لا، فالشهيد هذه ميزة له، ميزة له. فالذي يظهر أن الصديق يسأل. الثالث المرابط فلا يسأل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، رواه مسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله ويستحب تعزية المصاب بالميت. نعم، أي يستحب تعزية المصاب بالميت. قال ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافا. والتعزية أن يسل أهل الميت بما يحملهم على الصبر بتذكيرهم بالأجر وترغيبهم بالرضا بالقضاء والقدر والدعاء للميت. والأدلة على مشروعيته عموم الأدلة كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وثبتت التعزية من فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة بن زيد قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة
جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه، فثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديث سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني انفتح، شق بالفتح، فتح الشين، شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. إذن التعزية حكمها سنة، وقد جاء في حديث لكنه ضعيف من عز مصابا فله مثل أجره. وقوله يعز المصاب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولم يقل تعزية القريب، فكل مصاب ولو بعيدا يعزى، وكل من لم يصب ولو قريبا فإنه لا يعزى، من أصيب فعزه ومن لم يصب فلا تعزه. نعم، لأن التعزية التسلية، فقد يكون قريب للميت ابن أو أخ ولم يتأثر ولم يصاب، بينما صديق لهذا الرجل بعيد وتأثر وبكى، فهنا يعزى. فالذي يعزى الذي أصيب، الذي تأثر بالقضية هو اللي يعزى ولو كان من أبعد الناس. وقوله يستحب تعزية المصاب لم يبين وقتها، فليس لها وقت على القول الراجح، ليس لها دعاء محدد وليس لها وقت محدد، فأي لفظ دعا به جاز وحصلت به، لكن يعني كل ما يجلب للمصاب صبرا تسمى تعزية، وإن يعني قال الوارد فهو أفضل، كما في حديث أسامة السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابنته فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب، فهذا طيب. قال النووي وهذا الحديث أحسن ما يعز به، ومنها اتق الله واصبري، لحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي على طفل لها قد مات فقال لها اتق الله واصبري. أيضا الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وإن قال أعظم الله أجركم أو أحسن الله عزاكم أو أحسن الله مصابكم فكله جائز، وليس لها وقت محدد، بل يعزى قبل الدفن وبعد الدفن، وإن كان أكثر العلماء يقولون بعد الدفن لأن قبل الدفن يكونون مشغولون بالدفن وما يتعلق به، وليس لها وقت محدد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة. لماذا؟ لأن التعزية للتقوية والتسلية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دامت المصيبة موجودة والقائمة فإنه يعزى. وذهب كثير من العلماء إلى تقييدها بثلاثة أيام، تقييدها بثلاثة أيام، فالصحيح أنها يعني ما دامت المصيبة موجودة فإنه يعزى. وحديث لا عزاء بعد ثلاث أو فوق ثلاث لا أصل له كما قال الألباني. قال المصنف وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة. ذكر المصنف رحمه الله قطعة من حديث أسامة الذي سبق قبل قليل في قول النبي لما بكى قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، ليبين ويستدل به على جواز البكاء على الميت. نعم، البكاء من غير نياحة لا بأس به وجائز، وقد بكى النبي في أربعة في مواضع كثيرة، أذكر لكم أربع مواضع. أولا حديث أسامة هذا الذي ذكرته قبل قليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، ابن من؟ ابن ابنته، بكى عليه الصلاة والسلام. بكى لما ماتت ابنته، كما في حديث أنس قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان. وهذا الحديث رواه البخاري. وبكى لما مرض وزار سعد بن عبادة، كما في حديث ابن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى لها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه. كم أخذنا؟ ثلاث. رابعا بكى لما مات ابنه إبراهيم، كما في حديث أنس قال دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على ابن إبراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى فقال
إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. رواه البخاري. وبكى أيضا عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعي جعفر وأصحابه في غزوة مؤتة لما مات عبد الله بن رواحة وجعفر وزيد، بكى عليه الصلاة والسلام. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى استحباب البكاء على الميت إذا كان رحمة له، فقال في الفتاوى: لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظ فيه، وبهذا يعرف معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى على الميت وقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت. يقول شيخ الإسلام: البكاء رحمة بالميت هذا مستحب، كأن يبكي شخص على أطفال ماتوا، مات مثلا والدهم مثلا. أما من يبكي لفوات حظه فهذا البكاء جائز لكن ليس مستحب، جائز البكاء جائز، كمن يبكي لأن والده مات الذي يصرف عليه إلى آخر ذلك. قال المصنف: مع أنه لعن النائحة والمستمعة. أراد المؤلف أو ذكر هذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، ليستدل به على تحريم النياحة. والنياحة أيها الإخوة هي البكاء بصراخ وجزع وغيرها وضرب الخدود وشق الجيوب إلى غير ذلك، فالنياحة حرام وكبيرة من الكبائر. الأدلة: الحديث الذي ذكره المؤلف، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. النائحة هي التي تبكي بصراخ وجزع، المستمعة ما ذنبها؟ نقول التي تقصد سماع النياحة، فالمستمعة للنياحة راضية بذلك، إذا كانت راضية فهي آثمة، فلا يجوز الجلوس مع أهل المنكر إلا بالإنكار عليهم أو القيام عنهم. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والأدلة على تحريم النياحة كثيرة، فمن الأدلة حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يا ثبراء يا ويلاه. وعن أبي مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، وذكر منها النياحة، وقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام عليها يوم القيامة سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. النائحة أي الرافعة صوتها بالبكاء على الميت، إذا لم تتب أي تقلع النياحتها قبل موتها أي قبل وقت الغرغرة، تقام أي تبعث من قبرها يوم القيامة عليها سربال يجمع على سرابيل أي قميص من قطران، لأنها كانت تلبس السود في المآتم، ودرع من جرب أي يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص، لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات. فهذا الحديث دليل على تحريم النياحة. قال ابن العربي: النوح ما كانت الجاهلية تفعله، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن، وفي ذلك جاء الحديث: ليس منا من حلق وسلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هم بهما كفر، الطعن في النسب والنياح على الميت. والحديث رواه مسلم. وعن قال المصنف وقال: أي النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ذكره ليستدل به على استحباب زيارة القبور للرجال، وهذا مذهب جماهير العلماء أن زيارة القبور للرجال مستحبة، بل نقل بعضهم الإجماع كالنووي. ولحديث أبي هريرة قال: قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. فهذا دليل على استحباب زيارة القبور من فعله عليه الصلاة والسلام ومن أمره. والحكمة من زيارة القبور أيها الإخوة بينت الأحاديث، وهي العبرة والاتعاظ لقوله: تذكر الآخرة
ولقوله تذكر الموت، وجاء في رواية تزهد في الدنيا، وأيضا انتفاع الميت بالدعاء والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فهي زيارة بدعية. قال شيخ الإسلام في الفتاوى: زيارة قبور المسلمين على قسمين، فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت، وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة. نعم. وقوله زور القبور، لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام يوما محددا، فليس لها وقت محدد. وما ذهب إليه بعضهم أنه يستحب أن تكون يوم الجمعة، لحديث من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب بعضا، هذا حديث ضعيف ولا يصح. وقالوا بعضهم أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة، هذا كله غير يعني لم يثبت فيه شيء. فالصحيح أن زيارة القبور ليس لها وقت معين، لا يوم ولا وقت، بل ظاهر الحديث التي فيها الأمر بزيارة القبور لم تحدد زمن ولا وقتها. وأما قول إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة، هذا قول لا دليل لها، لا دليل عليه سوى أخبار ومنامات. ومن المقرر عند أهل العلم أن الاحتجاج بالمنامات لا يصح لإثبات الأحكام الشرعية. وقوله فزوروها استدل به من قال بجواز زيارة النساء القبور. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في زيارة النساء القبور على أقوال. القول الأول أنه جائز، قال النووي، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بثلاث أدلة. الدليل الأول حديث أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. موضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة. الحديث الثاني حديث الباب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. وجه الدلالة أن الخطاب عام فيدخل فيه النساء، طبعا هذا إذا أمنت الفتنة حتى عند هؤلاء. نعم. استدلوا بحديث عائشة الطويل، وفيه قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين إلى آخره. قالوا: وتعليم النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة هذا الدعاء يدل على جواز زيارة المقابر للنساء. القول الثاني أنه مكروه، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثالث أنها حرام، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغير واحد من أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه ابن حبان، ولأن سد الذرائع مقدم على جلب المنافع. وأما أدلة الجمهور اللي استدلوا بها على الإباحة، أول حديث أنس أن النبي مر على امرأة تبكي عند قبرها فقال اتق الله واصبري، هذا الحديث يجاب عنه بما قاله ابن القيم رحمه الله، قال: وأجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم قد أمرها بتقوى الله والصبر، وهذا إنكار منه لحالها من الزيارة والبكاء. إذن حديث أنس نقول النبي أنكر على، انتهى كلام ابن القيم. إذن نقول حديث أنس أنكر النبي عليها، قال لها اتق الله واصبري. نعم. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، نقول أولا هذا خطاب الرجال دون النساء، فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور بأصل الوضع، فلا يدخل فيه النساء، هذا قال به بعض العلماء. وقيل الجواب الثاني أن هذا الحديث ورد مخصص، وهو حديث لعن زائرات القبور. أما حديث عائشة فالجواب عنه بأن الحديث لا دلالة فيه على جواز زيارة القبور للنساء، لأن الحديث إنما سيق لتعليم السلام على أهل القبور دون إباحة الزيارة للنساء. وقد تمر المرأة على أهل القبور في مسير لها من غير قصد الزيارة، فتحتاج إلى التسليم عليهم، فلا يلزم من تعليمه لهن يعني السلام، لا يلزم من ذلك إباحة الزيارة قصدا أن تقصد الزيارة، وإنما أخبرها إذا مررت على المقابر تسلمي. فالمرأة الآن إذا مرت على المقابر تسلم وما تسلم؟ تسلم، فالسلام لا بأس به. ثم قال المصنف رحمه الله: وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور، والدعاء مستحب عند العلماء. ومن الأدعية التي وردت حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وجاء في رواية: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. ومنها حديث عائشة:
في حديث طويل لها قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم. ومنها أيضا حديث عائشة حديث آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. فيستحب الدعاء لأهل المقابر. ثم قال المصنف: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. المراد بالقربة ما يتقرب به إلى الله من الطاعة، مثل الدعاء والاستغفار والصدقة والصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيرها. المؤلف يرى أنه أي قربة يفعلها الإنسان فإنه يصل ثوابها لحي أو ميت. أي مسلم يفعل قربة تصل لهذا الميت أو الحي المسلم، مثلا يصلي ركعتين لأبيه الميت، على كلام المؤلف يصل الثواب. يصوم يوما لهذا الميت يصل الثواب. يقرأ قرآن يصل الثواب. هذا ما ذهب إليه المؤلف. قال: وأي قربة فعلها، يعني أي شخص مسلم سواء كان من أقارب الميت أو من غيرهم، وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه، أي يصل ثوابها إليه بكرم الله ورحمته. وما ذهب إليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة، أن جميع القرب تصل للأموات. طيب، هذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بالقياس على ما ثبت في الشرع، لأنه ثبت في الشرع في أشياء تصل للميت، قالوا هذه مثلها قياسا عليها. أقول الراجح في المسألة أن ما يصل للميت أو العبادات قسمين: قسم متفق عليه أن يصل إلى الميت، نأخذ هذا القسم المتفق عليه، أجمع المسلمون على أن هذه الأعمال تصل للميت. أولا الدعاء، هذا بالاتفاق، هذا أمر مجمع عليه. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. وصلاة الجنازة، فإن أهم ما في صلاة الجنازة الدعاء للميت والأدعية التي سبقت التي تقال في صلاة الجنازة الميت، وكذلك الدعاء له بعد الدفن: استغفر لأخيك وسأل الله التثبيت. فالمقصود أن الدعاء أفضل ما يصل للميت، وهذا لا إشكال فيه. ومنها الصدقة، ففي حديث عائشة أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي ابتلت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فالصدقة تصل للميت، وهذا لا إشكال فيه. وعن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. رواه البخاري. ومنها الصوم، سيأتينا إن شاء الله في باب الصوم أنه إذا مات الميت يستحب أن يصام عنه، سيأتينا تفصيل ذلك. من مات، يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق عليه. ومنها الحج، خاصة إذا لم يحج. ففي حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم، حجي عني، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. ومنها الدين، أجمع المسلمون على أن قضاء الدين من ذمة الميت يسقطه ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. ففي حديث أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. متفق عليه. القسم الثاني بقية العبادات كالصلاة وقراءة القرآن، اختلفوا هل تصل للميت أم لا، فقال بعض العلماء بالجواز كما ذكر المؤلف ذلك، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: يجوز لكن لا نقول سنة، غير العبادات اللي مرت هذه انتهينا منها ويسن وتصل الميت، لكن أتكلم عن العبادات الأخرى كقراءة القرآن، أقوم أصلي ركعتين لأبي الميت، أقرأ قرآن لأبي الميت أو لأمي الميتة أو لصديق لي ميت، فنقول القول الأول قالوا بالجواز واختاره الشيخ ابن عثيمين، لكن لم يقل أنه مشروع، ما قال أنه سنة، قال جائز غير مشروع. جائز لو فعل الإنسان جائز، لكن غير مشروع، لأن السلف لم يكن يفعلون ذلك، يقرأ أحدهم قرآن ويقول لأبي الميت أو لأم الميت أو لصديق الميت. والقول الثاني أنه لا يصل شيء من ذلك، واختاره بعض العلماء وهو مذهب الشافعي. نعم، وأن هذا العمل غير مشروع، بل بعضهم قال بدعة. لماذا؟ لم يكن من فعل السلف، لم يكن السلف أحدهم إذا قرأ قرآن أهدى ثوابه لميته، أو صلى تطوعا أهدى ذلك للأموات، أو صام تطوعا وأهدى ذلك للأموات.
فقالوا لا يشرع أبدا. وهذا القول أحوط. وأيها الأخوة، ما الإنسان ينبغي أن يحرص كل الحرص على تتبع السلف. خير الهدي هديهم، وخير الطرق طرقهم. ما كان أحدهم يقرأ قرآن ويقول للميت الفلان والميت الفلاني. وخاصة الحمد لله أن الشريعة الإسلامية أخبرتنا بما يصل للميت. الدعاء أفضل ما يصل للميت، وكذلك الصدقة. فلماذا بعض الناس يذهب ويترك الأمر هذا، لو قلنا بالجواز، ويترك يفعل الأمر اللي مرجوح ويترك الأمر الراجح الذي اتفقت أهل السنة على أنه يصل للميت، وهو أفضل ما يصل للميت. فالميت يحتاج إلى الدعاء. فلذلك يعني الأفضل والأولى الاقتصار على ما ورد به النص. نسأل الله أن يثبتنا وأن نكون ممن يتبعون السنة ومن يتبعون سلف الأمة. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.